السؤال، هل يحق للأب الكاهن أن يمنع أحد من تناول دم المسيح وجسده لأي سبب؟ لازم للسبب توافق عليه القوانين الكنسية، وطبعا في أسباب كتيرة جدا جدا جدا، فالواحد ما يتناولش بالعناد. أنا فاكر راهب كان يعني عند شوية وصعب، وكان غلط غلطة ونهايته، وبعدين ساعة المناولة قلت أنت مش عارف إنك غلطان، وهو راكع قصاد الهيكل قال لي أنا عندي أسباب، عندي حجج. هو اتنجح. في ناس تلاقيهم من الصعب يقولوا إنهم غلطانين.